سلمى، دائما وكل سنه باخر يوم من السنه وبكون عم نستقبل سنه جديده بيكون عنا يمكن كثير من التفاصيل لحتى نحن والخطط، خلينا نقول بنحط يمكن اوقات 1 2 3 شو بدنا نغير، هو الوقت المناسب لاجراء التغييرات، يمكن من التفاصيل الصغيره للتفاصيل الكبيره نتلافى الاخطاء يمكن اللي غلطناها بالسنه الماضيه. شو رايك سلمى، انت ممكن تعملي هذا الشيء؟ انا كل سنه بعمل هذا الشيء على امل انه السنة هاي رح صلح اللي ما عملته السنة الماضية. ممكن يزبط هذا المخطط؟ بحاول قدر المستطاع، هلأ ما فيني 100% لأنه أوقات عن جد في ظروف بتتحكم بالبني آدم صعبة، يعني كنا عم نحكي أنا وأنت قبل الهواء كيف استقبلنا هاي السنة تماما وكيف إجت في ظروف صعبة يعني عشناها كلياتنا، وخصوصا نحن اللي يعني بمهنتنا نحن مضطرين نكون ضمن كل حدث مهما كان قاسي. يمكن الناس أوقات ممكن تسكر حال الباب وتقعد، يعني ما تختلط بالجو اللي برا، في عندها رفاهية هذا الشيء، نحن ما عندنا هي الرفاهية، نحن بدنا نكون موجودين بكل الأوقات بكل الظروف. لهيك السنة كمان أنا على السوشيال ميديا بنزل إنه شو في بالكم عن السنة الماضية أو عن السنة الجديدة، وبتيجيكي أسئلة وأجوبة وشغلات غريبة. عن جد بنتمنى، ما فينا غير نقوم نتمنى تكون هالسنة مختلفة. أكيد يا رب تكون هي السنة حاملة مع كل الخير، كل المخططات اللي ممكن نحن نحطها سواء بعقلنا أو على ورقة هي تكون فعلا منجزة أو قيد التحقيق بهي السنة. رح نحكي عن السنة الجديدة وكيف فينا نخطط وننفذ بسلام بغض النظر عن الظروف السلبية اللي ممكن تصير. رح نحكي عن هذا الموضوع مع الدكتورة شفاء صوان وهي الاختصاص الأسري الاجتماعي. يسعد لي صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. يا صباح الورد والخير عليك والإيجابية يا رب، يسعد صباحكم. يعني صباحك يا رب، كل سنة وأنت سالمة، ينعاد عليك أنتوا يا رب سالمين بالخير والسعادة وكل الناس بالعالم يا رب هيك يا عم الخير والسلام والمحبة يا رب. أكيد خلينا نبلش من البدايات. دائما كلياتنا بنستعد هيك بيكون عندنا حماس بس تمام. نعرف انه في شيء جديد تمام. طالعين لمحل اول مره نروحه، بدنا نبلش سنه جديده، اي شيء هيك بدنا نعمله اول مره بيكون عندنا هذا الحماس. كيف نبلش السنه وكيف نكمل بهذا الحماس؟ كمان دائما الناس بتتحمس بالبدايه لكن كيف نكمل؟ هلا اهم شيء انه الانسان يحط خطه ويعرف هو وين بده يوصل. مثل ما بيقول ستيفن كوفي، ابدا والهدف امامك، يعني شو بدك تساوي خليه براسك. والشغله كثير مهمه اللي هي المبادره هي الواحد يعمل الصواب اللي بيعمل الاثر، يعني يعمل الشيء الصح اللي هو بيعمل عليه اثر وعلى المحيط حواليه حتى على دائره اهتماماته. فما يكون يشتغل بدائره اهتمامه بس، يشتغل بدائره التاثير. يعني انا شو بقدر اثر؟ انا بقدر اثر على صحتي، بقدر اثر على حياتي، على افكاري، بقدر اثر على انا ايجابي او سلبي، على طريقه تفكيري، على اني سامح الاشخاص او ما سامحهم، على اني اتجاوز اشياء معينه بحياتي او ما اتجاوزها. فالانسان الناجح اللي هو بيشتغل بدائره التاثير وبيترك دائره الاهتمام للشيء اللي انا اهتمامي ضمن دائره تاثيري، مو الشيء اللي انا بعيد عني وانا بضل افكر فيه بدون ما اقدر نوله، لا بركز على الشيء اللي انا بين ايدي لحتى احصل على الشيء اللي ما مو بايدي حاليا. دكتوره بعض الأشخاص يمكن عندهم أهداف بعيدة بدها وقت وبدها كتير جهد، بغض النظر عن الأهداف الصغيرة يمكن يلي ما كتير بدها وقت، فأنت بتشجعي هذا الشيء نكون عندنا أهداف بعيدة وأهداف تمام. قريبة نحن نشتغل عليها تمام. كيف ممكن نحن نواجه أي يمكن عثرة ممكن تواجهنا؟ هلأ التخطيط والمرونة وتحديد مدة زمنية، انا اني خطيت للشيء اللي انا بدي اساوي وحط خطه ب، حط خطه سي، يعني خطط كثير انه انا اذا ما زبطت هي يكون مرن، مو اذا ما زبطت هي القصه، اذا ما زبطت خير، واذا زبطت خير بغير كمان بحط وقت. انا امتى بدي مثلا انا بدي الف كتاب، بحط الوقت من الوقت الفلاني للوقت الفلاني انا لازم اكون خالصته. فبصير اي حدا بيعطينا حتى مهمه نحن وبدنا ننجزها بالوقت المناسب نتسارع لحتى ننجزها، اما اذا اعطينا لحالنا بجوز نحن نسوي. بس الشيء اللي لازم نعمل عهود مع حالنا ونحطه وراء قدامنا على خزانتنا على مرايتنا مشان دائما هي تضل العهود والمواثيق انه انا ضل ملتزمه فيها. فتحديد وقت زمني كثير مهم واني انا اكون مرنه اي شيء بمر علي انا اشوف شيء بديل عنه. والشغله مهمه اني انا ضل خطط لانه انا اذا كتبت الشغلات اللي انا بدي اساويها انا رح انجزها كلياتها، بينما انا لما ما بكتب ما بوثق فانا بنسى. كل انسان نحن طبعنا يعني الانسان بينسى اذا ما وثق الاشياء، لانه اذا وثقها خلص كتب عهد بينه وبين نفسه انه هو يساويه.
اكيد يمكن هي طريقه من الطرق، وفي كثير ناس صارت تعتمد شيء ثاني، انه انا مو بس اكتب على ورقه، انه انا احيانا خبر حدا ثاني انه انا بدي اعمل هيك، انت ساعدني انه لحتى حدا محفز انجز. مو مثبت تماما حدا محفز. خلينا نحكي شوي عن ارتباط الاشخاص باهدافهم. تمام. في شخص بيكون خلص عنده عزيمه قويه، شو ما صار انا بدي اوصل لهي النتيجه، وفي شخص مع اول مطب شغله بتصير مطرت الدنيا اليوم ماني طالع من البيت. تمام. خلص تشتش الدنيا ماني طالع من تمام. البيت نهاري مقفول تمام. من اولتها هيك ببلشوا. خلينا نحكي شوي كمان لانه هي القصص بتاثر بين شخصيه وشخصيه، يعني تمام لما بيكون الهدف واضح وبيشبهنا كثير وعندنا شغف في هذا الموضوع نحن بننجز فيه كثير، وما في بيكون اي صعوبات او تحديات، بالعكس التحديات. انا بتذكر يوم المطر صار كذا كذا، انا بتذكر يوم اللي صار هيك وانا قدرت اني انجح، انا بقدر. انا مره رحت لاعمل برزنتيشن سويته بنفس الوقت اللي عم يقدموا فيه البرزنتيشن، يعني يعني المدرسه اللي كانت يعني عم تعطينا انه تقبلت وتجاوزت حتى لو كان في اخطاء، بس انه مجرد شرف المحاوله. فدائما اوقات الناس بتقدرك لشرف المحاوله مو تماماً. لانك قدمت كثير منيح تماماً. فمو حتى الحياه هي بتقدرك على شرف المحاوله، مو ضروري تجيب التوب. دكتوره يعني الاشخاص بالشخصيات بيختلفوا بين شخص متفائل بيصر تماماً. دائما انه يوصل اذا مو للهدف بشكل كامل لجزء من الهدف عفوا. اشخاص ثانيين للاسف يمكن عند اول مطب بيتعبوا وبيعلنوا يمكن الاستسلام. اليوم قدامهم نحن نحاول مرة واثنين وثلاثة تكرار المحاولة تمام. مهما كانت النتائج مع تغيير بعض الأساليب يمكن تمام. خربطنا أول مرة ممكن المرة الثانية نغير شوي بالأساليب للوصول إلى الهدف. شو رأيك بهذا الكلام؟ هلأ كمان غير تكرار المحاولة إني أشوف بدائل ثانية تماما مثل ما بتقول هي هيلين كيلر بتقول إنه ما تطلع على الباب المغلق، لأنه في باب كتير نحن لما بيتسكر باب بيكون كمان خير إلنا، بيكون يعني رب العالمين عم يقلنا دور على أبواب ثانية لحتى إنك أنت توصل. يمكن هي الأبواب يعني في كتير ناس بسبب الضغوطات المادية أو الشيء اللي مرقوا فيه أو الحاجة تولد الاختراع، يعني الحاجة بتولد الإبداع. فأنا لما بيكون أوقات باحتياج معين بيصير المخ بيتفعل، بيصير في ابتكار، بيصير في إبداع، بيصير بده يساوي شيء إنه مميز، وممكن إنه هذا الشيء يكون مصدر رزق له. يعني كتير نحن شفنا أشخاص هو بيقول هي صدفة، هي لا ما لها صدفة، هي تراكمية، بجوز عنده خبرات كتير أو قصص وساوى شغلة والناس صارت تجي لعنده تأخذ هي الشغلة اللي هو سواها مميزة بهذا المكان اللي هي احتياج بهذا المكان. أكيد يمكن طبيعة البني آدم بالفطرة ما بيشوف دغري الشغله المنيحه، بيروح على الشغله اللي عذبته. لهيك دائما بيتذكر يا الله استني شو صار معي شغلات مو منيحه قبل ما يفكر بالشيء المنيح. فبيقول وقعت، انكسرت، صار معي كذا، مرضت، هي الشغلات، وبينسى انه هو مر فيهم وبعدين تجاوزهم. خلينا نحكي كيف انا فيني اتذكر، صح اتذكر الشيء الصعب بس اتذكر كمان كيف انا مرقت من عليه لحتى اقدر اكمل. يعني من عادات الاثرياء والناجحين بالعالم يلي هو التفكير بالشيء الايجابي اللي صار والامتنان، انه انا امتن بالشيء اللي صار معي شو ما كان. نحن يمكن الشخص اوقات بيستهونه لما بيكون سلبي، بس انا دور على النعم اللي موجوده عندي والاشياء الايجابيه اللي حصلتها كل مالها بتزيد وبتفيض، ولئن شكرتم لازيدنكم. تمام. ولما نحن بنصير بنركز على السلبيات هي كل مالها بتكتر، هذا بقانون الجذب، انه انت لما بتركز على السلبيات فانت بتجذبها. لهيك بنلاقي ناس بتوقع بمصيبه معينه بتتوالى المصايب، بتقول بلشنا والمصايب ما انتهت، بينما في ناس تقول يا الله بلشنا والنجاحات ما انتهت، بلشنا والانجازات ما انتهت، بلشنا والشغلات الحلوه ما انتهت، بلشنا وانا متفائله بهالسنه انه بهذا العام كمان سنه غير عام معناتها مليء بالخير. سنه هي يعني مو شغله ايجابيه باللغه العربيه، فانه هذا العام مليء بالخير، هذا بيعم عليه فيه الخير والسلام، المحبه، الاشياء الايجابيه، انا رح انجح كثير بهذا العام، انا رح اعمل انجازات كثير، انا الخطط اللي حطيتها رح انجز منها بكسي مثلا ممكن اقل شيء 90% 80%. فانا لما بحط لحالي خطط رب العالمين بيسر لي طرق وسبل لحقق اي شيء انا بدي اياه. نحن اوقات اكله بتكون جايه على بالنا بنلاقي حدا طبخها وعزمنا عليها، اوقات شيء جاي على بالنا، فكيف هي شغله بسيطه جدا، اوقات تفاحه، اوقات شغله بسيطه يعني بتكون خاطره على بالنا. نفس الشيء تماما الافكار والاشياء سواء عملنا
حياتنا، علاقاتنا، زواجنا، ارتباطاتنا، انفصالنا عن مكان العمل، انفصالنا عن شريك حياة لشيء معين أو سبب معين، هو كله خير بالشيء اللي أنا لما أفكر أنه هو خير، بس أنا أفكر أنه هذا الشيء أي حدث بيمرق بحياتنا ظاهره السلبي بيكون باطنه فيه خير كتير كتير. شمس الدين التبريدي بيركز على هذا الشيء، انه لا تشوف الظاهر تبع الاشياء لانه الباطن وراها هو الخير. فنحن دائما لما لازم نظن انه حيكون في خير عاقبه هذا الشيء، وحتكون خير لما نحن نركز على الخير اللي رح يجي من وراها. كثير حلو. كمان دكتوره، في شيء يعني مثبت بيقولوا الوسط المحيط هو بيأثر علينا بشكل كثير كبير. بعض الاشخاص السلبيين يلي يمكن هن بيمتصوا طاقتنا ببعض الاحيان وبيخلونا يمكن مشوشين المزاج اذا بدنا نقول. اليوم كيف نحن بنقدر نتعامل لحتى نحن نمشي خطوه لقدام، ما بدنا حدا يرجعنا ولا خطوه لورا؟ كيف فينا نتعامل مع هدول الاشخاص السلبيين قدر الامكان وما نخليهم ياثروا الا ان كان على مزاجنا، على طموحنا، وحتى على انجازاتنا؟ نحمل طقسنا معنا. أنا بقرر طقسي معي، مشاعري معي. أنا مشاعري ما حدا بيقدر يغيرها. أنا لما في رايقة أنا ما حدا بيقدر، في مبتسمة ما حدا بيقدر يغير هذا الشيء إلا إذا أنا قررت. أنا ممكن أعمل حالي إني تضايقت أو معصبة من موقف معين، بس أنا من جوا سلام ريلاكس. أنا هون ما بسمح للشخص الآخر يمتص. قد بدها تدريب هاي الحالة؟ تمام. هو المهم إنه الإنسان يكون واعي. حالة الوعي هي اللي بتخلي عنا هذا السلام والريلاكس. يعني أي حدا بيستفزنا نكون سلام، أي حدا بيحاول يثير غضبنا نحن نعرف الهدف من هذا الشيء. هو هذا الشخص سلبي، هو بيحاول يمتص طاقتنا، يمتص الإيجابيات اللي عنا. فأنا كل ما كنت واعي لهذا الشيء أنا بقدر إني أنا سيره على مزاجي. وشغلة تانية إني أنا التخلي، اني انا كثير اتخلى عن اشياء او ما احمل. في ناس كثير بتحمل، اللي بيحمل بيتعب بيتقل. اما كل ما الانسان تحرر وخفف عن حاله، خفف احقاد، خفف تسامح، تجاوز، قلب صفحه مع الاشخاص. يعني كثير حلو انه الانسان يقلب صفحه. صحيح ما يكون ما يعطي فرص مثل ما كان سابقا، لكن هو مو معناته انه بالعكس يعطي فرصه وخلص، بس يورجي الشخص الاخر اني انا كاشفك وانه خلص انتهى بسلام، وانه انا بقلب صفحه جديده معه. انت ما بده يقلب صفحه، بقلب صفحه معه، بس بكون حذر. بس انه مو معناته اني احقد او احمل مشاعر سلبيه او كذا، لا، انا بحمل مشاعر كلها محبه وسلام وتغيير، لانه انا كمان مصلحتي انه هذا الشخص اللي عايش معي بهي الارض، بهذا المكان تبع العمل، بهذا بالبيت، باي مكان، من مصلحتي انه يكون هو كمان منيح، لانه انا بينعكس عليه هذا الشيء الايجابي اللي هو فيه، انا كمان حينعكس علي المقابل. اكيد يعني ما هي الكلمات الحلوه المحفزه. بدنا نختم لقائنا معك لليوم، بدنا نشكرك ونتمنى لك اكيد لك ولعائلتك كل الخير بالعام الجديد ان شاء الله يا رب جميعا. شكرا لك دكتوره، وبقيه نهار حلو تكون مع العائله، وسنه جديده، عام جديد، خليني اقول لك يكون كله حلو وكله خير عليك. شكرا لك. يعني هلا. اما هلا سلمى بنروح